يعني الحضور ديالي في هذا المهرجان الدورة العشرين، يعني كان فرحانة أنني غادي نشوف الأصدقاء ديالي، غنشوف اللي عمل لي شحال هذه ما شفتهم، اللي خدمت معاهم اللي ما خدمتش معاهم. وثانيا التكريم اللي هو الأساس ديال الفنان فوزي بن سعيد، كنتمنى له التوفيق ويستاهل كل خير. ممكن تشوفوا في اعمال سينمائيه ان شاء الله. بيان سور بيان سور، وكاين مشروع سينما، كاين مشروع. خصنا اننا نسولوك على الجائزه الاخيره ديال سعيد الجدر. هذيك يعني شافها كل شيء الحمد لله، مفخره، كان عنده واحد الحضور واحد الكاريزما، وقل لي متى تايا لعبات تايا الدور زوين، ومهرجان الضيافه يعني من المهرجانات اللي عندهم واحد الوزن ثقيل. شنو تقولي لسعيد؟ الله يرضي عليه. ان شاء الله بيان سور، يا ريت يا ريت والله العظيم، يعني هذه امنيتي. نعم كاين ان شاء الله، كاين الجديد وكاين القديم، حتى هو القديم الجديد وكل شيء.